سلام الخوت كي جايين لاباس بخير. هادي دراهم فخت، هادي هي اللي فاش الزوجة ديالي كانت مريضة دارت الطلاسون. هاد اليدين هادو هما اللي كانوا ياكلوها هاد الفاكهة هادي اللي الناس مشتاقة تاكلها. الطونوبيل كي قلت لكم غسلتها البارحة الخوت هي هادي. دابا انا شريت داك كونس غازن هو هذا، غادي نمشي دابا نركبو في البالكو، نمشي نركبو الخوت باش نبقى نريح تما. وكي قلت لكم الورد الخوت ما غاديش نبقى ندير الورد الحقيقي، كاع الناس كيديروا الاصطناعي، وباش نعدل البالكو ديالي نبقى نجلس تما. كي قلت لكم ندير واحد كاس ديال القهوه كاشي على كتفي، واحد الشيشه ونصنت العظامي. صافي هذا هو البلان ديال الخوت. يلاه حتى نوصل للدار ان شاء الله ونوريها لكم. وهاد الكليبه هادي شريتها يعني باش نلصق، هي نورمال فايزي قال لي بلا ما تاخذها، وانا ما بغيتش، بغيت ندير حاجه كاين، انا كنبغي نخدم واحد الحاجه نخدمها نيش انا الخوت. داكشي علاش خصني ندير لها هاد الكليبه باش نلصقو مزيان باش ما صافي ما يتحيدش من تما. هادي شريتها خويا ياسين في المغرب، هي وهادي، وعندي التخربيقات هنا الخوت. طاف واحد مذاق فيها، واش غادي نقول لكم. يلا الخوت حتى نوصل للدار ونركب هذا، الا قدرت نركبو اليوم او كيما قدرت بصح نركبو اليوم. انا كي كنبغي ندير شي حاجه خصني نديرها دغيا. يلا مع السلامه. دابا خوتي غادي نمشي للفرماسيان نجيب واحد الكنينه عطاها لي الطبيب، حيت هاد الليله والله القسم ما قدرت نعس، عييت ما نشرب في هذا المعده والو، ما دار لي والو. دابا نمشي نجيب هذه الكنينه، حيت هذه الكنينه ديال المعده بانتو باتسو على ما كيقولوا زوينه بزاف. مين الخوت نمشي نجيبها ونشوف، حيت انا النعاس ما وليش نقد النعاس نهائيا، كنتعذب بزاف في النعاس. داكشي علاش الخوت بغيت غير نرتاح بهذه المعده. هذه المعده الخوت ما غاديش نقد نقول لكم واش كي صراحه توقع لي هذا المشكل، وما نقدش نقولها حتى شي وقيته اللي غادي تكون كاع يعني تحسن الامور، ما نقدش نقول لك شي حيت انا خرجت عليها بلا ما نحس. صافي هادشي اللي كاين. خد دابا غادي نمشي للفرماسان نجيب هاد الكنينه هادي باش نحاول بلا تنقد نعس شويه. والله كانت عذب البارح من الزوج بالليل حتى ال11 د النهار صاحبي، وانا غير كنتعذب وكان ما مخرجت عليا. وصافي اش غادي نقول لكم، ما لقيتش شي بديل، وهو هاد الكنينه خصني نمشي نشريها ونجربها وصافي. ما كانش الخوت غادي ندير عمليه عليها ونتهنى حيت قيتنيش. بغيت دابا واش نمشي ناكل ديك الماكله الامريكان داك تشيكن تاكي، والله شي بعد نجد توحشتو حيت راه غير هنا هو هنا. المهم كلا نمشي ولا لا عندي واحد الغرض. المهم اخوت خصني نمشي نوصل الطوبيس لصاحبي فيه الاينكوف، درت له البارح اينكوف نوصل لهبونوف ونجي ان شاء الله. صافي ونبدا نمشي للبالكو ان شاء الله ونقصر على هاد الغاضن. يلا خوت تهلاو لي فراسكم مع السلامة. خرجت في واحد الحبة هنا مبغاتش تمشي، نقول لك تخلص معايا ميتة. وشوف عودة خوت هنا سخانة لا يستر، قاع يمين يجوك هاد المشاكل. يلا خوت تهلاو فراسكم، ما نضحك معاكم وصافي والله هاكو عزاز عليا. مع السلامة. كنت غادي نمشي لداري نصوب داك البالكون، مي عيط لي محبس قال لي واش تقد توصل لي ديك داك المصروف اللي صرفنا البارح في هاد الريستورا الاخرى، وجبتو له خليت الطوموبيل تما. دابا غادي غير ناكل ونمشي. انا بغيتكم دابا شنو غناكل، نديرو الحوت الخوت الماكلة المفضلة عندي. اليوم فيش الخوت، ناكل فيش ونمشي للدار ونهز الساك ديالي ونمشي لونتريمون ان شاء الله. Ah, vai. Vai, vai, vai.
خوت غادي نضرب الوجبات الثالثة ونمشي للفيتنس ان شاء الله. دابا غادي نخرج الصورة ان شاء الله. بالاسم دابا. ياه اكشن بخمر. هاسك زايما شنو؟ ايش نضرب كوتي دانجي شو؟ هاي دي فاديش نعوض اشبيت. ها؟ دي فاديش نعوض اشبيت. يا؟ جميل ستاك مشاي. باش كي يتسوم سينوان فيك مش يجو بيسعي الفور دان كان يقوم دان كم مش دلك سيديه شباب ايخ اي نوفا يا رب كم خبلام ولا ذات نوبي شايت شايتان دولو والله شايتان كنت نتسنى كوتليت ديالي ناكلو مع شويه الروز نمشي للفيتنس نحرق داكشي ان شاء الله وبالله تنجي وندير الوجبه الخامسه حيت هذه ماشي الثالثه هذه الرابعه. يلا الخوت الله ولي فاطمه الوجبه الرابعه الخوت وهي ثلاث كوتليتات مع شويه الروز وزلاط دونك هذا باش نمشي نتريني ومولو نتريني ان شاء الله مع الوحده اللي نجي ندير الوجبه الخامسه. على الخوت تهلاو لي فراسكم مع السلامه. دابا الخوت فاش ثالث راني في الفيتنس هذا هو الفيتنس الجديد الخوت اللي حل فوق نسالي ومشى الدار ان شاء الله.